ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أعلمت ماروك أخبار يومية وفق مصادر إعلامية أن عناصر الأمن بمراكش أوقفت أول أمس الأحد سائق سيارة أجرة قام بسب وقذف وابتزاز الوالي بوزارة الداخلية زينب العدوي قرب ساحة جامع الفناء. العدوي الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية، وحسب مصادر إعلامية كانت برفقة عائلتها في زيارة خاصة للمدينة الحمراء قبل أن تتعرض لابتزاز من طرف سائق التاكسي الذي طلب منها مبلغا مالي خيالي. وأضافت ذات المصادر أن العدوي رفضت أداء المبلغ المالي المذكور ليقوم سائق التاكسي بسبها أمام أنظار عائلتها لتحل عناصر الأمن وتقوم بتوقيفه واقتياده إلى الدائرة الأمنية. ذات المصادر الإعلامية أوردت أن زوجة السائق قامت بالتوجه يوم الاثنين إلى الفندق الذي تقيم فيه الوالي العدوي بمنطقة الحي الشتوي بمراكش للمطالبة بالتنازل عن الشكاية التي وضعتها ضد زوجها، الأمر الذي تفاعلت معه الوالي وأعلنت صفحها عن السائق. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.